ما شفتش اهداف اصلا لا ال 30 6 ولا ال 25 يناير، ما شفتش اي حاجه. كل الدنيا لسه ما اتغيرتش، لسه محتاجين وقت، لان هي ان انا احقق اهداف محتاج مساعده ابناء البلد، محتاجين ان احنا نقف مع بعض عشان نغير مشاكلنا الداخليه. اما فيما يتعلق باستعاده الحريات فهناك شكوك في ان 30 يونيو نجحت في استعادة الحريات التي كان يتمتع بها المصريون حتى في ظل الإخوان المسلمين. نحن نرى أن هناك قيود على حرية التعبير، وهناك أسماء مشهورة احتجبت إما عن شاشات التلفزيون أو عن الصحف. ما الميزة الأساسية لـ 30/6 أنها أنهت حكم الإخوان المسلمين، وهذا لم يكن متصورا. من ناحية أخرى 30/6 أدت إلى أن يكون رئيس مصر أيا كانت وجهة نظرنا فيه وذو خلفية عسكرية. ثورة 25 يناير كان هدفها أن تقيم حكم مدني بالمعنى الكامل في مصر.